بيكم يا صحابي. النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي وهيحكي لنا حكاية جميلة، تعالوا بسرعة نسمعها ونشوف فيها ايه. زمان خالص لما آدم وحواء اتطردوا من الجنة، بقى عندهم أول ولدين، واحد اسمه قايين والتاني اسمه هابيل. كان قايين بيحب الزراعة قوي، فكان بيزرع المحاصيل في الأرض، أما هابيل فكان بيرعى الغنم. وفي يوم من الأيام قرروا إن كل واحد فيهم يقدم ذبيحة لربنا، فجاب قايين شوية من المحاصيل اللي كان بيزرعها وقدمها لربنا، لكن هابيل اختار أحسن الأغنام اللي عنده علشان يقدمها لربنا ذبيحة. فربنا قبل الذبيحة بتاعت هابيل وما قبلش الذبيحة بتاعت قايين. ساعتها اتغاظ جدا قايين من هابيل أخوه، وهنا ربنا جه لقايين وقال له: انت ليه متغاظ من هابيل أخوك؟ خلي بالك يا قايين، انت في خطية في قلبك وانت عايز تعملها، لكن انت أقوى منها وممكن تقدر ما تعملهاش. ربنا يا صحابي مش بس كان بيحب هابيل، لأ ده كان بيحب قايين كمان، وعلشان كده حذره من الشر اللي هو عايز يعمله، وقال له إن عنده إرادة وممكن ما يعملش الشر ده. لكن قايين ما سمعش كلام ربنا. وفي مرة كان هابيل في الحقل، هنا عمل قايين الشر اللي حذره منه الله، وهو إنه قتل أخوه هابيل، ودي كانت أول جريمة قتل في تاريخ البشرية. ولما قايين عمل كده خاف وطلع يجري زي الهربان، بالرغم إن مفيش حد معاه هيحكم عليه أو هيقبض عليه، لكن الخطية يا صحابي بتخلينا خايفين وقلقانين. وفجأة سمع قايين صوت الله بيسأله: فين هابيل أخوك؟ هابيل؟ أنا مالي؟ أنا مش عارف، هو أنا أحرسه؟ صوت دم أخوك بيصرخ ليا من الأرض، الأرض ملعونة بسببك ومش هتديك ثمارها بعد كده، وانت هتبقى تايه وهربان دايما. وبعد فترة ربنا ادى حواء ابن تاني عزيها وسمته شيث، وقالت: أنا هسميه شيث لأن ربنا عوضني بيه عن هابيل. ومعنى شيث عوض أو معين. ربنا ادى لشيث بركات كتير واختاره علشان يقدم للعالم الإيمان بربنا، وكمان جه من نسله أعظم آباء الكتاب المقدس زي نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى. قد إيه يا صحابي ربنا بيكره الشر وبيحبنا جدا رغم كل أخطائنا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة من شقاوة رمل، لكن استنونا في حلقات تانية كتير جاية.